جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.